ثم المكتوم سيد علي بن سعيد بن سرود تسليم الجوائز لكأس الإبكار مبارك محمد بن نصرة العامري رجل مفاجآت يحقق هذا الإنجاز وهذا الفوز دائما كعادته في كل المناسبات كذلك تكريم صاحب البندقية بندقية الجعدان والتي ذهبت إلى رمز سالم بن سعيد بن منانه الذي تمكن إذا من الفوز بتحقيق البندقية في هذا اليوم الخاص بسن المواهب إذا لحظات التكريم